السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كتابات مقدمة في مسألة الكفارة في قتل الكافر، هذا يقول: الكفارة بقتل الكافر المعصوم اختلف الفقهاء فيها على قولين. القول الأول: تجب الكفارة بقتل الكافر، وإليه ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني: لا تجب الكفارة بقتل الكافر، وإليه ذهب المالكية والحسن البصري. استدل الجمهور بأدلة منها قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فدلت الآية بعمومها على وجوب الكفارة بقتل كل كافر بيننا وبينه ميثاق كالذمي والمعاهد والمستأمن، ولأنه آدمي مضمون بالدية بقتله فوجب أن يضمن بالكفارة بقتله كالمسلم. استدل المالكية بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فمفهومه أنه لا كفارة بقتل غير المؤمن. وقالوا: إن الكفارة في قتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه، وذلك غير موجود في الكافر اعتبارا بالحربي والوثني والمرتد لعلة نقضهم أو نقصهم بالكفر، لعلة نقصهم بالكفر. يقول: وأيضا لو كان المراد بالآية المؤمن لما كانت الدية مسلمة إلى أهله، لأن أهله كفار لا يرثونه. وأيضا لو كان المراد بالآية المؤمن ورأيه صحيح، ومنشأ الخلاف أن الكافر المعصوم أشبه المسلم في كون قتله يوجب الدية فأوجب الكفارة، ويشبه الكافر غير المعصوم في نقصه بالكفر لم يجب مع قتله كفارة. وقول المالكية بأن مفهوم الآية يدل على عدم وجوب الكفارة معارض بمنطوق قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني وهو مؤمن مثل كما في صدر الآية، ما يعارض. وقول المالكية بأن مفهوم الآية يدل على عدم وجوب الكفارة معارض بمنطوق قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، يعني هو مؤمن ومن قوم بينهم ميثاق، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق الآية، وكما هو متقرر فإن دلالة المنطوق مقدم على دلالة المفهوم عند التعارض. وقولهم بأن الكفارة في قتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه فيه نظر، فإن الذمي وما في معناه معصوم الدم تجب قتل الدية فوجب به الكفارة، وهذا أولى القولين بتأويل الآية. قال أبو بكر بن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد. قلت: والذي اللي قاله أبو بكر هو أقوى أدلتهم، لولا ما عارضه من أدلة الجمهور ثبوته عن ابن عباس.
بالشكر الحين. وأيضا لو كان المراد بالآية المؤمن لما كانت الدية مسلمة إلى أهله، لأن أهله كفار لا يرثونه، الله أعلم. وينه هذا؟ يقول اتفق الفقهاء على أن ولادية الحرب كتابيا كان أو غيره، أما غير الكتاب أما غير الحرب من أهل الكتاب وغيرهم ففيه خلاف بين الفقهاء. فذهب المالكية والحنفية أن دية الكتاب الذم والمعاهد من غيرهم، انتهينا من نحتاج إلى الدية. يتكلم في الكفار. طيب، قد ذهب جمهور العلماء في وجوب الكفارة على من قتل كافرا معصوما، والكافر معصوم. قد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة على من قتل كافرا معصوما، والكافر المعصوم ثلاثة أنواع: الذمي والمعاهد والمستأمن. فمن قتل كافرا معصوما فعليه شيئان: الأول الدية تسلم إلى أهله، وهذا إن كان أهله غير محاربين، وأما إذا كان أهله محاربين فلا يستحقون الدية، لأن أموالهم ودماءهم لا حرمة لها. الثاني الكفارة، وهذا قول جمهور العلماء، قال ابن قدامة في المغني: وتجب يعني الكفارة بقتل الكافر المضمون سواء كان ذميا أو مستأمنا. وبهذا قال أكثر أهل العلم، وقال الحسن ومالك: لا كفارة فيه. المغني لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة. لو جئت من بداية المجتهد لأنه مالكي كان أفضل. خل الدية ما نبحث فيها، الكلام على الكفارة. الكفارة كان عند الملكية يعني واقع، الخلاف مع الملكية مع الأحناف في الدين. الأحناف يقولون حتى الكافر الحق له دين، الملكية يردون على الأحناف لأن الذي له. وقال الحسن ومالك: لا كفارة فيه، لقوله تعالى، حرف دقيق جدا. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فمفهومه أنه لا كفارة في غير المؤمن. ولنا قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والذمي له ميثاق، وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب، ولأنه آدمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم. أنا فهمي للآية أن الآية كلها ما يقتل مؤمنا متعمدا بس، وما يقتل مؤمنا خطأ. هذا فهمي للآية من عرفت نفسي من طلبت العلم. لكن أحسن الله إليك لما قال في القسم الثالث: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. هنا نص نعم، فيدل على أن مثل ذاك الثاني مثل على أنك في الميثاق الذي بيننا وبينهم ما مطلق. يلزم القيد في كل شيء، ما يلزم ذكر القيد في كل شيء. لكن لما ذكر القيد هنا وذكر القيد في أول آية وترك في وسطها، أجل للحنفية أن يقولوا ما يلزم أن تكون الرقبة غير مؤمنة إلا في القتل. كيف كرر ثلاث مرات مؤمنة 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 ولا يكرر في كفارة الظهار؟ لكن
ليس في آية واحدة أحسن الله إليك. المقصود أنه تكراره ثلاث مرات يكفي مرة واحدة. آية واحدة جاء على نسق ذكر في الأول وفي الثالث وترك في الثاني. خلنا نشوف شو يقولون. وفي شيء طبعا كرواية عند مالك أن المستحب في الكفارة في الكافر معه المستحب والاستحباب حتى الصلاة الملكية بأنه أحيانا يطلق على الوجوب عند الملكية. كلها غير كلها منهم الجمهور مفهوم الآية هم يختلفون في الآية في فهم الآية. يقول والذي والذمي له ميثاق وهذا منطوق قدم على مفهوم على دليل الخطاب ولأن الذمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم. يعني من حيث النظر بالنسبة لي فهمي أنا أن الذي قتل مؤمنا أعدم شخصا يعبد الله جل وعلا فليوجد مكانه ممن منعه الرق من تمام العبودية في مقامه. لكن الذي لا يعبد الله جل وعلا وش أعدم؟ أعدم شخص أضل من البهائم. وقلنا مرارا أن هذا لا يعني التهوين من شأن قتله لأن الذي بيقتله ما هم شاوب ما هم ناظر للدية ولا الكفارة ما هم الله مناظر الشيء الذي بيقتله متعمد. وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم الطبري والقرطبي وابن كثير قال ابن جرير ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ قال بعضهم هو كافر إلا أنه لزمت قاتله ديته لأن له ولقومه عهدا فوجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وأنها مال من أموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم. ثم قال الطبري وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال أنا بذلك المقتول من أهل العهد لأن الله أبهم ذلك فقال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ولم يقل أو وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك. ذكر عن ابن عباس أنه يعني عمن ذكر عن ابن عباس أنه قال وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق يقول إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين انتهى بتصرف. هذا يقول فيه دليل من اللي تقول فيه دليل الدية ما فيه اشكال الان التنصيص على الميثاق المؤمن الاصل ان يتلزم الكفاره سواء كان حتى لو كان من عدو يعني يكون التنصيص لا يكون لها اثر او ليس لها لا العدو ما في ما له ميثاق إذا كان من غير ميثاق يعني تلزم الكفارة فما بالك إذا كان بميثاق فنقول إرادة الميثاق هنا إن لم يكن للكافر لا وهو مؤمن إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذا فيه كفارة المؤمن ما فيه إشكال ولهم محل بحث. هذا الكلام الميثاق إذا جعلناه للمؤمن أصبح الميثاق لا معنى له أساس المؤمن تلزم الكفارة في كل حال زين
كونك تضع الكف الميثاق لمعنى المؤمن، لكن كونها كلها معنى جديد فلما تكون في الكافر تل معها. نشوف. قال بعضهم ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر، فقال بعضهم هو كافر إلا أنه لزمت قاتله وديته لأن له ولقومه عهدا فوجب أداء وديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم. قال آخرون بل هو مؤمن فعلى قاتله ديته يؤديها إلى قومه من المشركين لأنهم أهل ذمة. قال أبو جعفر وأولى القولين بذلك بالصواب بتأويل الآية قول من قال أنا بذلك المقتول من أهل العهد، لأن الله أبهم ذلك فقال وإن كان من قوم بينكم بينهم، ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب، وعلى المقتول منهم وهو مؤمن، فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك. فإن ظن أن في قوله تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله دليلا على أنه من أهل الإيمان لأن الدية عنده لا تكون إلا للمؤمن فقد ظن خطأ، وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء، يعني في اللزوم لا في القدر، يعني كنا على مذهب في المقدار لإجماع جميعهم على أن دية عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء، فكذلك حكم ديات الأحرار هم سواء. تفسير القرطبي قرأناه الدرس الماضي. شو؟ كتب الحنفية فيها اختلاف؟ فيها بس تعليل لكن الحكم واحد. خلص. عندهم طول داع من كلامهم كثرة النقول يبدو أنك ها؟ يقول فالحاوي موردي فأما المقتول المضمون فكل من ضميت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر بالقصاص وحر وعبد وجبت الكفارة بقتله، فكل من ضميت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر حر وعبد، يعني إذا قتل المكافئ له فإن وجبت الكفارة بقتله. وقال مالك لا تجب الكفارة. عفوا أحسن الله إليك، إذا قلنا المكافئ فالمراد الكافر هنا أن يقتله كافر، هل على الكافر كفارة؟ لا تلزم الكافر كفارة. لا أنا أقول الكافر كفارة لتغطية الذنب، كفر لا يقتل. لا وش معنى قصاص؟ كل من ضمت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر. يتخرج على قول الحنفية أن الكافر المعصوم يقتل بالمسلم. يتخرج على قول الحنفية. إيه لكن ذا
ما هو بحنفي، شافعي. هو شافعي لكن تخرج على قول الحنفية، أما ما يجي أما الجمهور فلا يقولون بهذا. وقال مالك: لا تجب الكفارة إلا بقتل الحر المسلم، ولا تجب بقتل عبد ولا كافر. كفارة ما تجب بقتل عبد مسلم. وقال أبو حنيفة: تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر. احتجاجا بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فجعل الإيمان شرطا في وجوب الكفارة، فلن تجب مع عدم الشرط، ولأن الكفارة مختصة بأغلظ المحرمات، ولذلك وجبت في النفس دون الأطراف، وأطراف المسلم أغلظ من نفس الكافر، فكانت أولى بسقوط الكفارة. ودليل عاد المعروف. اللي نقلوا الحاوي كلامه نفس كلام الملكية، ذكر مع عبد البر وموجود في بعض الكتب الملكية. شلون في الديات؟ يستدلون به على الديات، سقوط الدية عن الكافر. لا، الكلام في الكفارة. مغني قرانا العدة. وتجب بقتل الذمي والمستأمن من العدة شرح العمدة، وهو قول أكثرهم لقوله تعالى إلى آخره. والذمي والمستأمن لهما ميثاق، ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم. هذا كلام الملقى في جديد. ها؟ لا بس طويل بعد. نقرأ بعد تكميل الفصل. إيه؟ مدية فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. هم يتمسكون بالآية. دليلهم الآية. نكمل ما في هذا الفصل بعدين إن شاء الله نشوف. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا في الحديث الصحيح: ولا يقتل مسلم بكافر. ايش عندك؟ لا لا لا، هذه احنا واقفين عليها. هذه اشاره عليها. ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا قول عامة اهل العلم خلاف الحنفية الذين يرون أن المسلم يقتل بالكافر، لكن الحديث الصحيح رد عليهم وصريح في الرد عليهم. ولا حر بعبد، ولا حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد فإنه تلزمه قيمته، تلزمه قيمته ولا يقاد به، الحر بالحر والعبد بالعبد. وإذا قتل الكافر العبد المسلم عمدا فعليه قيمته، لأن الحر لا يقاد بالعبد، الحر لا يقاد بالعبد، ويقتل لنقضه العهد. فإذا قتل مسلما حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فإنه ينتقض عهده. وذكر العلماء في نواقض العهد منها قتل المسلم، ومنها
الزنا بالمسلمة ناقض للعهد. والله المستعان. قال: والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد، لأن عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ. والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد. ورما قال زائل العقل ليضيف النكرة إلى ما يكسبه التعريف. نعم، لا مانع من أن نقترن المضاف بأل إذا كانت الإضافة لفظية. نعم، على أن يقترن على أن تقترن بالمضاف إليه. والزائل العقل والمقيم الصلاة. نعم، يعني مثله. والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد لأن عمدهما خطأ. إيه سمعت بدش. ولا يقتل والد بولده، لا يقاد والد بولده. وفي بعض المذاهب أنه إذا قتله متعمدا قتله بأن أضجعه ونحره بالسكين، يعني قاصدا لذلك، يعني ما هو بلمحه ولا بشيء زهقت روحه من غير روية ولا نظر، إذا أضجعه وذبحه بالسكين صار نسأل الله العافية قاصد لقتله ولذبحه، فإنه يقاد به. وهذا قول عند المالكية، قول عند المالكية، ولكن عامة أهل العلم على أنه لا يقاد الوالد بولده. والمراد بالوالد ما يشمل الأم، فالأم كالأب في ذلك. وإن سفل لا يقتل والد بولده وإن سفل، يعني وإن قتل ولد ولده أو ولد بنته لا يقاد. والأم في هذا والأب سواء، والأم في هذا والأب سواء، لأن المعنى واحد. شلون؟ إيه. هم نظروا إلى إضافة إلى ما ورد فيه، نظروا إلى المعنى أن الوالد هو سبب الوجود، فكيف يكون سبب لإعدامه؟ كان أنت إذا استثنيت قول النحر هذا الذي على هذه الصورة، إذا استثنيت هذه الصورة فيبدو ما في خلاف المسألة. ها؟ شو؟ إجماع، ما في خلاف إلا في هذه الصورة. ويقتل الولد بكل واحد منهما، يعني بكل من الأب والأم، ومن باب أولى الجد والجدة. الولد يقتل بكل واحد منهما، يعني الأم والأب، ويعني وين على ولا اقتصر على الجد أب. نعم، الجد أب والجدة أم. ويقتل الجماعة بالواحد، ويقتل الجماعة بالواحد، لو تمالأ عشرة أو أهل بلد على قتل واحد، كما قال عمر لو أن صنعاء اجتمعوا على قتله لقتلتهم به. وإذا قطعوا يدا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم، اجتمع مجموعة وقطعوا يد شخص اليمنى تقطع أيديهم اليمنى كلهم أو كلهم، وإذا كانت اليسرى تقطع اليسرى. شيخ هذا باتفاق. وشو؟ القاتل والقاتل. يعني ما يقتل واحد يترك الباقيين ولا يتركون؟ بيجي صور تخرج عن هذا. تبي تأتي صور تخرج عن هذا وينظر في سبب خروجها. قطعت نظيرتها من كل واحد منهم. وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب. وإذا قتل الأب وغيره عمدا وقتل من سوى الأب، لأنه لو تصور أن القاتل اثنان غير الأب فإنهما يقتلان به،
فالثاني مستحق للقتل لأنه مشارك. يستثنى الأب لما جاء فيه مما تقدم فيبقى المشارك. وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب، لأن الثاني مستحق للقتل مشارك في القتل. وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث. ليش ما يقتل صبي؟ صبي ومجنون وعاقل كبير بالغ مكلف، اشترك الثلاثة في قتله. لماذا لا نقول أن الصبي والمجنون مثل الأب، خرجهم من الحسبة والثالث يقتل مثل شريك الأب؟ القتل لم يتمحض موجب، لأن القتل عمد في الصورة الأولى، وفي الثانية بعضه عمد وبعضه خطأ، بعضه عمد وبعضه خطأ، في هذه الحالة لا يتبعض. وش الصبي يقتل اذا قتل شخصا؟ ايه ما يقتل؟ لا، ما ينتظر حتى يكمل. هذا الذي ينتظر اذا كان في ورثه المقتول صبي، ينتظر حتى يبلغ وينظر هل يطالب بالقود او يقنع بالديه. الذي ينتظر ولد المقتول، اذا كان فيهم قصر ينتظرون حتى يبلغوا وينظر هل يطالبون بالقود فيقتل القاتل أو يعدلون إلى الدية، وحينئذ تؤخذ الدية. هذا الذي ينتظر. لا لا، ما له نصيب، قاتل قاتل ولا يرث. ما يعرف، ليه يسقط حقه؟ هو أحمد ربه اللي سلم الحين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله، لأنه متعمد، ثلث الدية في ماله، ولو كان مخطئ مثل الصبي والمجنون حكمه لكان على العاقلة. وكان على العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية. ها؟ صغير وشاف. أن تفترض الناس هالصبي ولد إلا القاتل، جاب ولده قال تعال أبا مسكوه لك وأنت ذاته، هذه حيلة. لكن ها؟ الكلام فيما إذا لم يكن عن تآمر ولا أمر، لكن لو كان عن تآمر وأمر فالعاقل، يعني لو أن العاقل أمر صبيا فقتل، القتل على العاقل. ها؟ يكون لأن عندك متسبب ومباشر، المباشر غير مكلف، ينتقل الأثر إلى المتسبب كما معروف. وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية، لأنه في حكم الخطأ. وعتق رقبتين في أموالهما. طيب العاقل ما عليه عتق رقبة؟ لأن قتل العمد ليس فيه كفارة، أعظم من أن يكفر كما في اليمين الغموس. وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ. ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر. قلنا فيما سبق في قتل الحر بالعبد، استدلنا بآية الحر بالحر والعبد بالعبد، وهنا ما نقول الأنثى بالأنثى؟ ها؟ إيه، لنقول استدلنا ببعضها.
لماذا لا نستدل بباقيها؟ لأن مفهومها معارض بمنطوق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل جارية بالجارية، لكن اليهودي ناقض للعهد، لكن لما قتله بجنس الفعل دل على أنه قتله قصاصا، أن المثير للقتل هو قتله إياها. الآن عندنا آية البقرة وآية المائدة، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. المائدة من آخر ما نزل، وهنا القتل استدلوا له بآية المائدة، النفس بالنفس، النفس بالنفس. والمائدة من آخر ما نزل، وفيها ملحظ دقيق جدا يجب أن يتنبه له. آية المائدة وإن كانت من آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل، إلا أنها وكتبنا عليهم فيها، يعني شرع من قبلنا، فالموازنة من هذه الحيثية ومن هذه الجهة بين الآيتين. صحيح أن آية المائدة من آخر ما نزل، لكن الآية مما كتب على من قبلنا. يعني هل نقول أن هذا الحكم متأخر أو متقدم؟ أن فيها نوع معارضة مع آية البقرة. آية البقرة متقدمة في النزول، متأخرة في التشريع. تفضل أبو عبد الله. حتى الحر يقتل بالعبد، لأنه نفس. لأن نفس بنفس. نعم. يعني نزلت على نازل خاص. لا يخالف. لا خلنا من 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 القيود في السنة بنجي لما. لكن إذا نظرنا إلى الآيتين مجردتين، قلنا أن المائدة نزلت بعد البقرة بلا شك، لكن الآية منطوقها يدل على أنها في شرع من قبلنا، كتبنا عليهم على بني إسرائيل فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس إلى آخره. فإذا نظرنا إلى التأخر، وهذا يعتري كثير من النصوص أنواع من المعارضات الخفية، أحيانا تجد قيد في نص، تجد قيد في نص خلا منه نص آخر فيرجح عليه المطلق لعارض، كالحاجة إلى البيان مثلا، ولم يذكر القيد مع مسيس الحاجة إليه، مثل ما قالوا في قطع الخف وفي مسائل أخرى. بعضهم لم يحمل المطلق على المقيد، لأن القيد ذكر متقدم وتأخر الإطلاق مع مسيس الحاجة إلى القيد، فلم يلتفت إليه، لأنه لو كان مما ينبغي أن يحمل عليه المطلق لبين في هذا المكان. فتعارض البيان مع التقييد أو مع التخصيص له كل له نظره في المسألة عند أهل العلم، وكل حسب ما يترجح له. ويقتضى الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح، يعني على ما تقدم الذي يقاد به يقتص منه فيما دون النفس.
الذي يقاد به في النفس يقتص منه فيما دون النفس. وإذا قتلاه أو قتله رجلان كما في بعض النسخ وأحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما، مثل ما قلنا في الصبي والمجنون مع البالغ. وإذا قتله رجلان وأحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله لأنه متعمد والعاقلة لا تحمل العمد، وعلى عاقلة مخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة لأنه مخطئ، والمخطئ عليه الدية والكفارة، بينما المتعمد عليه الدية ولا كفارة عليه لأن ذنبه أعظم من أن يكفر، وبالنسبة للمخطئ الدية على عاقلته والكفارة في ماله. شلون؟ مثل ما قلنا تو بالنسبة للصبي نفسه. شلون؟ ها؟ لو كان متعمدين يقادان به. إيه. لكن لما قلنا أحدهما متعمد والآخر مخطئ. لا يقاد. إيه. فما لا على أنه نقص من هذه القسمة. مثل ما قلنا في الولد الصبي ولده. تمالا على قتل. هناك الخطأ قائد يعني يكون مجنون أو صبي. لأنه حتى لو تعمد يعني خطأ مطلقا، يعني الصبي والمجنون خطأ مطلقا، لكن هذا المخطئ من المكلفين والآخر متعمد، ما الذي يفرق بينهما؟ تقصد هذا؟ القضاء، ما في إلا القضاء. والمسألة القضاء وما يبين للقاضي من القرائن. ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات، قيمة العبد ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات، يعني عبد يباع ويشترى مثلا بخمسمائة ألف، ودية الحر ثلاثمائة، وبعض العبيد يمكن إذا كان بعض العبيد يستحق قيمة يمكن يستحق أضعافه لما عنده من مزايا. ولما صدر الأمر بتحرير الأرقاء سنة 84 كانت قيمة العبد 50 ألفا، هذا شيء أنا أعرفه، والحر 16 ألف دية الحر 16، والعبد قيمته، ولذلك قال ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات. نعم. البالغ العابد الذي أرسل بقتل المقتول يقاد به البالغ ولا إذا أمر؟ نعم يقاد به، لأن الصبي كالآلة صار. طيب إذا العابد من هو؟ إيش الفرق بينه وبين الصورة الأولى؟ صبي ومجنون وبالغ. أي هذا اشتراك، ذا اشتراك بينهما، تقسم المسألة على الثلاثة. نعم يشترك بدون أمر. ها؟ طبعا احتمال بالصور بعد بيان القضية من
بلا شك ما أن إلا القضاء. أنا قال الشيخ الاحتمال أن قتل الصبي والسابق لقتل العامد تغلبنا هذا الجانب، وقتل المخطئ هو السابق لقتل العامد تغلبنا جانب المخطئ. سابق يقول سابق نعم طبعا. لا لا مشترك، اشترك يتميز اشترك يتميز. طولت يا ابو عبد الرحمن. ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل، كلام من؟ بن جرير. لا من ملقن. من كلام بن جرير. لا بينقل كلام بن جرير. ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو مؤمن قوم من بيننا وبينهم ميثاق، هل هو مؤمن أو كافر؟ على قولين، أحدهما أنه كافر، إلا أنه لزم قاتليه ديته، لأن له ولقومه عهدا فوجب أداء ديته لقومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم فلا يحل للمؤمنين أموالهم بغير طيب أنفسهم. قال ابن عباس والنخعي والزهري قالوا ودية الذم كدية المسلم. ثانيهما أنه مؤمن، قاله النخعي وجابر بن زيد والحسن البصري. قال الطبري وأولاهما عندي قول من قال إنه من أهل العهد لأن الله أبهم ذلك فقال وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وهو مؤمن، إذ ليس هناك مستحق لها إن كان أولياؤه كفارا. ومذهب مالك أن المسلم إذا قتل بدار الحرب خطأ أن فيه الدية، وإن قتل عمدا قتل به قاتله. وقال أبو حنيفة والشافعي لا قود فيه إذا قتل في دار الحرب. والمعنى في إيجاب الكفارة في وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق لأجل إيمانه، لأجل إيمانه، والدية دفعت من أجل الميثاق والميراث للمسلمين. قال وهذا الآخر منسوخ لأن المعادنات والمواثيق كانت بين الشارع وطوائف من المشركين، فنسخ ذلك في سورة براءة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وقال وقاتلوا المشركين كافة. وفيه أمن أو أمن أهل الذمة واستقر الأمر في مشرك العرب بعد الأربعة أشهر على الدخول في الإسلام وإعطاء الجزية أو القتال، فكان هذا ناسخا لما مضى قبله فلا دية، لأن المسلم يقتل في دار الحرب إذا كان في جملتهم إذ لا ميثاق. ألا تراه قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق. قال مالك في كتاب محمد والمستخرجة في قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم، لم يذكر فيه دية لمؤمن أسلم ولم يهاجر من مكة فلا دية له إذا قتل، لقوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء. حتى يهاجروا. وروى محمد عن ابن القاسم في علج دعا إلى المبارزة بين الصفين فبرز إليه رجل ثم رماه آخر لم يبارزه فقتله، فديته على الذي رماه لأنه تأول فأخطأ، وليعتق رقبة مؤمنة. وقال أشهب لا بأس يعينه ولا دية عليه. وهذه الآية حجة للمخالفين في أن من أسلم بدار الحرب فلم يخرج إلينا لا دية فيه. فحصل الخلاف في الآية في موضعين، أحدهما أنه إذا قتل مسلم قاط أو قتل إذا قتل مسلم قاطن بدار الحرب فيه الدية، وقال ابن عباس لا دية له.
وإن قتل بدار الإسلام إن كان قومه كفارا وقتله خطأ وداه. والحاصل ثلاثة أقوال: الدية مطلقا سواء قتل ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام، لا مطلق التفضيل بينهما. شلون؟ الدية مطلقا سواء قتل ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام. خلاف في بلاد الحرب الذي تلاه ولك عليه كفارة كان في بلاد الحرب ليس له دية ولا كفارة فقط. لا مطلق التفضيل بينهما أو التفصيل. وش هذا؟ ها؟ لا تفصيل. هي ضاد. الثاني في الميثاق: هل هو مسلم أو كافر كما سلف؟ انتهى. إذا كان مقاوم كفار إلى بيت المال تروح يستعينون بها علينا. اللهم صل وسلم. سؤال تشوف قال جمهور أهل العلم وعليه الفتوى في كفارة، عليه الفتوى أن فيه الكفارة. هذا يقول: لو غير وقت الدرس إلى بعد العشاء فإن الليل طويل والأمر فيه توسعة على كثير من الناس، خاصة من يأتي من بعيد. ها؟ كلنا على درس واحد إلى أن نعيد ما مضى. لو سئل الإخوان هل يريد عامتهم؟ إذا كان مطلب للجميع أو للغالب ما في مانع أنه يعدل الدرس من المغرب إلى العشاء. ها؟ هذا لا نسأل. يعني هل يرغب الإخوان أن يكون الدرس بعد العشاء؟ أي نعم. من يرغب بقاء الدرس المغرب؟ تساوي عندي يا شيخ، أنا عندي سواء يا شيخ. طيب، من يرغب أن يؤجل إلى العشاء؟ متقاربين، ما أصل بقى ما يرجع. وش يصير؟ يرجع إيه. لا بس متساويين أو يبقى ولا لا؟ يبقى كما والنقص ظاهر، عاد سواء قدمنا ولا أخرنا. ملا والأخوان كملوا من سنة. الله المستعان يا شيخ، الله المستعان. من عام 26 18 10 26. إيه مكمل العشر. الله المستعان. ويبي له بعد سنتين. ربع الكتاب، ربع الكتاب على مشينا هذا في سنة. ترى مشينا العبادات تأخرنا فيها كثير. يا مشينا هذا ما يبي. يا ليتنا على ذاك المنهج يا شيخ. المنهج الأول. ختم الحمد وخلاص. الشيخ صار يقول شو عندك؟ يأكذ رسئلك. ولذلك أنت جيت وجامعك واحد أقدم عليك، لأن خاص مقدم على العام. أنت شو معاهم؟ وش تبي؟ أخوان المدينة يقولون هذا شخص سألك قديما، هل في زماننا من يستحق رتبة الحافظ كالحافظ ابن حجر وغيره؟ أنت قائل لنا قال لك مثل ما عليكم السلام ورحمة الله. هلا مرحبا، الله يحييك. يا هلا وسهلا، الله يوفقك. خفيف
مش اسأل. اسأل الآن. اسأل الآن بس ترى فيه سراء الآن انتظرون. ايش عندك؟ عندي طال عمرك يا شيخ شو اسمه بعد بعض الناس يقول لا أذكر شيء. يثير شبه مثلاً. ومثلاً يعني ضمن الإعلام بالأناشيد يحط أناشيد أغاني مثلاً. وإذا قالوا له الناس هذا ما يصلح قال أنا استشرت طلبة علم ثقات. فود يعني عشان الناس يفهمون هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ بعض الملتقيات الدعوية تقام ملتقيات دعوية ثم يتخلل هذا الملتقى يجي شيخ يلقي درس محاضرة ثم بعد الشيخ يأتون أناس وأما يتراقصون أم شيء ثم يفسدون تراقصون يصيروا صوفية سم إما فساق وإما صوفية الله يجزاك بس هذا تراقصون على الدين على الناس وهم إذا سئلوا قالوا سألنا طلبت العلم لا يتراقصون يقصد النشيد ها عرضه يقول هذا أناشيد إسلامي إيه بينا حكم الأناشيد كلها وقلنا إذا كان بلحون العرب ولم تصحبه آلة ولفظه مباح فلا شيء فيه بلحون العرب اصبر بلحون العرب ما هو بلحون أهل الفسق والنجوم ولفظه مباح ليس في فخر ولا غزل ولا هجاء أي فن أو نوع من أنواع ولم تصحبه آلة هذا أهل العلم صرحوا بجوازه صحيح الله يعينكم بارك الله فيكم بيصلي عندي سؤال خاص يا شيخ هات أنا قبل أسبوعين وقفت ما استطعت ولا استطعت براك شو مسوي مقفل على جلتك ما أحد جاي أخمان بصالي بعدين استهدت وصلت الصلوات وقت واحد يوم الضيء من تهيت يوم أنه أفرج رحمه على أصلاك تصليع في وقت الصلاة على حسب حالك ما أشوف ولا توضيت على حسب حالك لكن ما دام تأخرت أو صليت النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات لا لا تقضى الرسول قضى في غزة الخندق قضى الصلوات كلها أنا قضيتها بعد صلاة من بكرة بالليل قضيت كل الصلوات خلاص الله يجزاك بارك الله فيك الله يخليك عينك صار خلاف في طلاق هل يقع ولا ما يقع والطلاق لما يقع تقضى بتقول ما أنا بجاي إلى الدروس لأني شردت ما زال حاجة بسيطة يا شيخ لا يسمي لك أنا حاسك ما تقضب شيء على تمليت وتقول له بشرب زمزم جاء ولا كيف إلا تتحصل على خير اللي تمليت قال لي يدك عليه الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله